السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، نستمر بشرح الفصل الرابع من العلوم الصناعية ميكانيك، واللي هو يتكلم عن التشليخ. وصلنا بالمحاضرة السابقة، وصلنا إلى صفحة 174 اللي هو اختبار أحجار التشليخ. اختبار أحجار التشليخ شباب، هذا تشطبونه كله، لأنه ترك صفحة 174، ترك يعني حذف هذا الموضوع، واللي هي بالملزمة صفحة 12 موجود سؤال. السؤال شو يقول؟ عدد أهم النقاط الواجب مراعاتها عند اختبار أحجار التشليخ. هذا الموضوع كله ينشطب، هذا الموضوع ينشطب لأنه محذوف. تقلب الورقة اللي هي صفحة 13 بالملزمة، واللي عندنا صفحة 175 بالكتاب. هذا أيضا قابلية التشليخ، موضوع قابلية التشليخ أيضا حذف، هذا هذا الموضوع. وهنا عندك سؤال، عرف قابليه التشليخ وبين اهم العوامل التي تؤثر على قابليه التشليخ. هذا بالملزمه يحذف. اوكي، اذا هسه مواضيع الحذف تقريبا خلصنا من عندها. بعد ما عندنا مواضيع حذف، ناخذ موضوع سوائل التبريد في عمليه التشليخ. سوائل التبريد في عمليه التشليخ، اكو تعليل مهم جدا بهذا الموضوع، اللي هو دائما بالتشليخ نستعمل تيار وافر من السائل عند استخدام التشليخ. يعني دائما بالتشليخ نستخدم كميه كبيره من السوائل مع التبريد. ليش؟ هذا تعليل ابني مهم جدا. الجواب لانه يزداد ارتفاع درجات الحراره التشليخ مع زياده تاكل الحبوبات. كل ما زاد الشغل كل ما الحراره ترتفع، وهذا تؤدي الى تشوه المجهوله واحتراقها وحدوث تغير في بنيتها، وبالتالي تشكل تشققات في السطح المجلخ. يعني بالتالي تتلف عندك المجهولة. فهذا هو السبب الرئيسي اللي يخلينا نستخدم تيار وافر من سائل التبريد في عملية التشليخ. أوكي، نجي إلى سواء، طبعا هذا ابني حاول تكتبها لأنه أكو شغلات ما موجودة بالملزمة، اللي هي هناك سؤال مثلا يجي سؤال، هذا ابني ما موجود، هذا أنت الدونة بابا. هناك أنواع من سوائل التبريد في عمل التشليخ، كم نوعية من السوائل؟ نوعيتين، سوائل كيميائية المذابة في الماء ومحاليل الزيوت المائية. أعيدها، هاي ترى ما موجودة بالملزمة ابني، يعني أنت تقدر تدونها. إذن كم نوعية من السوائل المستعملة بالتشليخ؟ سوائل كيميائية مذابة في الماء ومحاليل الزيوت المائية. إذن هذا خاف يجيك فراغات، إذن ندونها يمك بابا. زين، السوائل الكيميائية أول نوعية، السوائل الكيميائية المذابة في الماء. هذا يجيك تعليل، دائما يجيك تعليل بها، يقول لك السوائل الكيميائية المذابة في الماء تكون شفافة وتضم إضافات. علل لماذا السوائل الكيميائية المذابة في الماء تضم إضافات. شو تجاوبه؟ تجاوبه وذلك لمنع الصدى ولإزالة عسرة الماء ومواد تنظيف لتحسين قابليتها للتنظيف. أوكي، هذا جواب التعليل، أو إذا جاك بأي صيغة هو هذا الجواب مالته. خليها ببالك بابا، هذا الحكي اللي دا أقوله أنت دونة بالملزمة لأن ما موجود بابا. نجي اثنين، محاليل الزيوت المائية. محاليل الزيوت المائية هي شنو؟ شعرفها؟ هي تتكون من محاليل، تتكون هذه المحاليل من مزج أنواع من الزيوت في الماء حتى تحقق وظيفتين، التزييت والتبريد. لونها يشبه لون الحليب، لهذا تسمى بالمستحلبات، وهي أرخص أنواع السوائل الكيميائية. هاي إذا جاك عرف محاليل الزيوت المائية، إذا جاك. بس هو على الأكثر ما يجيك محاليل الزيوت المائية، يقول لك عرف ابني، أنا كاتب لك إياها بالملزمة، عرف المستحلبات. المستحلبات هي محاليل الزيوت المائية. شو تعرفها؟ هي تقول تتكون من مزج بعض أنواع الزيوت في الماء لتحقق وظيفتي التبريد والتزييت، ولونها يشبه لون الحليب، وهي من أرخص السوائل الكيميائية. هذا تعريف ابني، تعريف المستحلبات. أوكي،